كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزعد أنا عبد الباغي الظافر، أنا ألتقيكم مجددا في الميدان الشرقي. هذا البرنامج يهتم برصد أهم القضايا السياسية والاجتماعية. هذه الليلة تحتفل قناة أم درمان بالذكرى السادسة، السادسة أم درمان. لهم التحية ولكل الطاقم العامل من وراء الكواليس وعلى الشاشة، لهم تحية في هذا اليوم الخاص. لكن هنالك قضايا أخرى تشغل بال المواطن السوداني، منها في الآونة الأخيرة الجرائم المعلوماتية، وحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، وجدل كثيف. نزعت في هذه الليلة أن نسلط الضوء على هذه القضية، ويكون معنا في هذه الأمسية البروفيسور مالك حسين، رئيس حزب المستقلين القومي التلغائي ومؤسس بنك المعلومات والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وهو خبير اقتصادي وخبير قانوني. مرحب بروفيسور مالك. مرحب بك مرات كثيرة. تكتمل أيضا سعادتنا أن يكون ضيف هذه الحلقة مولانا محمود عبد الباقي محمود، وكيل أول نيابة الجرائم المعلوماتية بالنائب العام. مرحب بك سيادة المستشار. يا مرحبا أستاذ ظاهر، دكتور الظاهر، تحياتي إلى قناة الدرمان، تحياتي للمشاهد الكريم. حبابك عشرة، يعني دائما نحن منشغل بقضايا كثيرة، لكن الآن الواتساب في كل بيت، السوشيال ميديا تسيطر على الأحداث، هنالك قلق حكومي، حديث من سيد مولانا رئيس القضاء بتجديد العقوبات، السيد النائب العام قبل أيام شدد على ضرورة التعامل، يعني لا أريد أن أقول بقوة لأن القوة حاضرة وواجبة، لكن التعامل بشدة مع مروجي الشائعات، حديث كثير. بعض الناس بدأت تتحسس قلوبها وتظن أن الحكومة ربما يكون في بالها شيء آخر. لماذا بروفيسور مالك حسين، أنت راصد ومراقب الساحة السياسية، الحديث الكثيف والحديث السالب عن الإعلام الجديد وعن السوشيال ميديا وما إلى ذلك، لماذا الآن؟ السلام عليك أيها المشاهد، وهذه فرصة طيبة جدا نتحدث عن موضوع الساعة. في تطور خطير جدا في وسائل الاتصال وفي تبادل المعلومات. نعم. وبشرحي بسيط جدا، المعلومات دي اصلا في العالم كله، كل معلومة بتتداول في محل واحد في العالم اسمه جلوب ديسك. جلوب ديسك ده هو بتكون فيه كل معلومة تخطر ببالك، الباسورد بتاعتك ومعلومات التحصيل الالكتروني والمسائل المرتبطة بالارشيفات المختلفة في كل الوزارات، يعني مركز لا معلومات مهمة مع أمريكي. هو مركز أمريكي اسمه جلوب ديسك، وده بيتجي فيه كل المعلومات الموجودة في العالم وكل الباسورد وكل حاجة متعلقة بأي شيء. فنحن مخترقين بيزكلي، تتسهل. نعم، بيجي في ناس تطوروا جدا جدا في اختراق الأنظمة، واختراق الأنظمة سهل جدا. انت تستطيع ان ترجع نظامك في سير الحسيس نحو يعني تحصيل معلومة واختفاء، وممكن تلسها في النظام بتاعك ذات، وممكن تدخل على اي شخص في اي جهاز من الاجهزة بتاعك، لانه في اشياء معينة انت تستطيع انك تدخل بها على الاجهزة. ولذلك الاهتمام الشديد جدا جدا بمحاولة يعني تجديد العقوبات او متابعة الاختراقات دي، يعني هي طبعا شيء مهم، لكن الاهم من ذلك لابد من ان تكون هنالك حماية تكنيكال فنية لاجهزتنا، ودي نفسها سهلة جدا جدا وممكن لأي شخص انه يعني الدولة تخط معلوماتها كلها في شيء معين وتحميها، لانه كونك انت تهتم بالاختراقات وتهمل حماية المخزون بتاعك المعلوماتي،
انت بتكون بذلت مجهود في غير مكان. فالتطور المريع اللي حصل والاختراقات المتكررة والتطور اللي حصل في علم الكمبيوتر وامتلاك الأنظمة الدقيقة المتصلة بالسوفت وير وممكن تشتريها وهي متاحة. يعني انت تشتري سوفت وير يقرأ لك الجهاز بتاع واحد آخر, انت داخل على وكيل النيابة عاوز يشتغل معه, عنده هو يعني باسورد, عنده كلام بيسجل فيه, ممكن جدا جدا انا اخده كله تو ريتريفيت. ادخل في اي مكتب من المكاتب فيه معلومات اقتصادية مالية مستندات بسهولة جدا جدا, اسلط على السوفت وير وعلى الهارد وير وبطريقة بتاعت ريموت انا اخذ كل المعلومات الموجودة في السيستم والناس اللي عندهم سيرفرز وعامل لها اغطية. في تطور كبير جدا جدا في شراء الانظمة الدقيقة السوفت وير متاحة متاحة بكثرة. وبعدين بقى في نظام كمان خارج النظام الكوني, في بعض الناس بقت عندهم قدرات انه يصنعوا اجهزة موازية للاجهزة التي صنعتها الشركات المتخصصة. سأعود اليك مولانا ملك حسين, ما زال السؤال قائم, لماذا الان, لماذا الان الحديث بكثافة حول وسائل التواصل الاجتماعي, حول الواتساب, حول الشبكات؟ يعني لدي كثير من الملاحظات, لكن مولانا محمود لماذا الان؟ لماذا الان؟ طيب لماذا الان؟ الجريمة ان كانت تقليدية تطورت, والتسارع المعلوماتية والتطور الكبير والطفرة المشهودة اليوم في المعلوماتية هي خلت انه كل تعاملات المجتمع تطيب تكون كلها رقمية. ده جعل من انتقال الجريمة من تقليدية لمعلوماتية, جرائم مستحدثة, لجرائم مستحدثة. طيب ظلت الامور دي ماشية مسارعة الى ان وصلنا في اخر الايام قبل اسبوع او اسبوعين ظهرت الاشاعات واصبحت تهدد هذا المجتمع في أمنه وفي استقراره وفي أسره. لذلك جاء الاهتمام من قبل النائب العام, النيابة العامة, نيابة الجرائم المعلوماتية بهذا الأمر. وظللنا نبصر هذا المجتمع بخطورة هذه الجرائم, وظللنا نقول إنه الاستغلال السيء للمعلوماتية يعني يودي الزول يرتكب جريمة مهالك, يورد المهالك, يورد الناس المهالك. ونقول انه هذه الجرائم هي واحد واثنين وثلاثة والناس تعرفها, وبعد ذاك انه يعني انت اذا ارتكبت هذه الجريمة هي بتقودك للمحاكمة وممكن تؤدي بك الى السجن. نماذج لهذه الجرائم مولانا محمد؟ حقيقة في جرائم كثيرة جدا, ونحن في النيابة بنتلقى انواع متعددة من الشكاوى, في منها اللي بتعلق بإشانة السمعة, وفي منها اللي بتعلق بالاحتيال والابتزاز, ويمكن غلى ما نجد اختراق لمواقع او جريمة معلوماتية بالمعنى اللي بيحصل في خارج السودان. حتى في جرائم المعلوماتية نحن ما زلنا في الطور الاول, الطور التقليدي اللي تمثل مثلا في إشانة السمعة. في إشانة السمعة حقيقة من ما نتلقاه في النيابة بنتلقى شكاوى من نوع بين الأزواج. الأزواج يتفارغوا فعليا وفي الواقع الحقيقي, ولكن تظل العلاقة سيئة بيناتهم على الأسافير, تظل العلاقة بيناتهم سيئة على مواقع التواصل السوشيال ميديا. هنالك ايضا معلومات مشتركه, يعني الناس عندنا يكون ازواج, هنالك صور, هنالك صور مشاهد يتراسلوا في الصور, يمكن اعاده استخدام هذا الامر بشكل سالم الى ان يصل الامر الى النيابه.
وده واحد من المهددات. يعني الان تحدثت عن يعني اشانه السمعه، هل هنالك، لان ساتي بالتفصيل، لكن هل هناك جرائم اخرى؟ نعم. يعني مثلا وزاره الاتصالات قالت هنالك 5000 محاوله تسلل او اختراق للنظام الدفع الالكتروني، ضبط حاله تزوير ايصال الكتروني بالخرطوم. طيب هذه المحاولات هي بالمعنى الغنو يسمى شروع في ارتكاب الجرائم. نعم. ما وصلتنا، ما وصلت النيابة وما يتبلغ عنها 5000 خمسة لم تصلكم منتم، هي مجرد إحصائيات ومحاولات فاشلة. فشلوا في انه يمكن مركز المعلومات هو قائم على حماية هذه المعلومات وتمكن من انه ننزل بالحماية اللي هو واضعها، ما قدروا يصلوا لهذه الإيصالات ويخترقوها ويحدث فيها تغيير. فبالتالي ما شايف حاجة مخلي انه يتحرك يكون في تحرك غير انه الحماية. ويمكن واحدة من مشاكلنا اللي بتحصل عندنا دائما انه الحق العام ما في زول بتعبه. يعني اذا كان وصلت عدد المحاولات لخمسة الف وما يصل ولا بلاغ واحد، فيبقى نحن يمكن يكون ده في خطر، ومفترض يكون في تحرك. سأعود اليك. نعم. بروفيسور مالك، عندما نقول 5000 محاولة اختراق في اليوم، ليس في العام، ليس في الشهر، ليس في الاسبوع، في اليوم، وإذا ربطنا ذلك بضبط أول حالة تزوير إيصال الإلكتروني، هل هذا يعني أن أمننا الإلكتروني في خطر؟ يعني هل بالإمكان لمن، لأنك أنت قبل شوية تحدثت عن أنظمة، هذه معادلة خطيرة جدا. يعني أنت سمحت بتبادل المعلومات، وسمحت بدخول أدوات تبادل المعلومات، وسمحت بأنك تبيع في السوق وتسمح لكل شخص يستورد. أيوة. فإذا أنت ما بتقدر تعاقب إلا على الشيء الذي يؤثر فعلا، زي ما قال مولانا. سماه الشروع جريمة أيضا. لا، الشروع نفسه. بلشنا مولانا. الشروع جريمة. لا، الشروع نفسه هو جريمة. لكن ما بيكون جريمة زي ما أنت توظف هذا الشروع وتحصل ماتيرياليزيشن في عمل مضر يرتب اثاره ضد الدولة، ضد المواطن، يسرق فلوس من بنك، يعمل بليدنج. نعم. زي ما حصل بدري جدا، الناس جرحوا الحسابات والحسابات دفقت قروش يعني. وطلع سحبوا مبالغ طائلة جدا. هو كل اللي بيعمله انه بيقوم يخرق السيستم، والسيستم بيحول فلوس بطريقة معينة يومية. نعم. حس الان في ناس في البنوك نفسها بيزوروا المستندات العاديه دي التغليل. في العالم برا اصبح التزوير ما كده، انك تدخل في السيستم بتاع شخص معين عنده حساب بيحول عن طريق البنك، تعمل له بليدنج، بيسموه بليدنج، اللي هو جرح نصفه. نعم. تجرح النظام ده وبيموت جيبه انت تستلم فلوس، لكن الفلوس دي لو بقت كثيره بتنكشف، فتظل تمشي شهرين. نعم. ثلاث اربع شهور على خفيف لحد ما يحصل لها كالكوليشن. المشكلة الثانية يا مولانا برضو مسألة متابعة العمليات دي. يعني انت كونك تتابع الشخص الذي يخترق متابعة مهم جدا، وحتى لما تلقاه ولما تجده لابد انك انت تؤسس جريمة، ولابد الجريمة يكون عندها ركن مادي، والاركان بتاعت الجريمة هي الالكترونية. الركن الالكتروني ما هو ركن مادي يا مولانا. نعم. ما تعلم. نعم. احنا عندنا الجرائم لابد ان تؤسس لمن الذي ارتكب الركن المادي للجريمه. ساعود اليك، هذه يعني ملاحظه جيده. نعم. ساغرينا بسؤال، انتم تتحدثون عن الشروع. نعم. اذا كانت احصاءات وزاره الاتصالات دقيقه، يعني هل اي من 5000 حاول اختراق النظام التحصيل الالكتروني هو يعتبر مجرد يعني من شرع في جريمة؟ واحد. اثنين، وهل بالإمكان عبر أنظمة التتبع أن تصل إلى ذلك المواطن الذي ارتكب هذه المخالفة؟ ثم ثالثا، هل إذا وصلتم هنالك جريمة لأن الركن المادي لا يتوفر؟ نعم. نعم، مجرد الشروع في أن الزول يبدأ ويدخل الحساب ويحاول وهو يعتبر قد ارتكب جريمة الشروع. مجرد المحاولة هي الجريمة قد اكتملت، لأنه الفعل نفسه هو الفعل. إنك أنت، نحن ما نقيسها بالجرائم التقليدية عشان تكون أوضح. إذا في زول جات داير يسرق وتلف في البيت وما سرق،
شروع. ده شروع ارتكب الجريمة. تمام، ارتكب جريمة الشروع ويعاقب بنصف العقوبة للجريمة. لكن ما الركن المادي هنا حاضر ولا شنام ولا انا؟ الركن المادي حاضر. هنا قايد اذا كان دقيق. لا لا، هنا أنا اقول انه الركن المادي، ما هو الركن المادي شنو؟ ما الافعال اللي بيقوم بها يعني عندما تصل الى صاحب هذا الجهاز. نعم. الذي تمت منه المخالفه وهو مسؤول امام القانون عن هذا المخالفه. هنا حديثك عن البينه، لكن الحديث هنا عن هو ذاته الافعال اللي قام بها ابتداء. قام بشنو؟ جاب جهاز ودخل الموقع وعمل حاول دخل له كودات وباسويرات. نعم. وقاعد يعمل في متواليات عشان يصل يدخل. مجرد هذا الفعل هو ارتكب شروع شرع في ارتكاب الجريمه ويعاقب التي مقرره. انت بتكون هنا عاقبته عشان توقفه من ان يحدث ركن مادي حقيقي. نعم، يعني انت داير توقف ديترنت، يعني عاوز تعمل عقوبة عشان هو المسألة دي ما تؤسس لارتكاب جريمة. فهو ما تصدق مولانا اداك مقاربة. مولانا محمود قال اذا قفز لص الى فوق الاسوار وضبط هذا ركن مادي شروع في السرقة. انا بتكلم دار بسط المصطلح. اذا وزارة الاتصالات قالت والله في دول في الحي الفلاني في الخرطوم يشرع الان في محاولة اختراق النظام الالكتروني التأميني لوزارة الاتصالات ولا لحكومة الخرطوم ولا حتى وزارة الدفاع، هل مجرد المحاولة يعني ادخال باسورد صحيح او غلط، هل هذه جريمة مادية كما تعتقد؟ والله هو يستطيع ان يدافع عن نفسه بانه ما ارتكب الجرم زي الشروع في الزنا. يعني في القانون سنة 83 كان في حاجة اسمها الشروع في الزنا. صحيح. دلوقتي لو في خلوة غير شرعية النيابة العامة او من وكيل النيابة المختص حسب درجته يصدر امر بوقف النشر. ما الفلسفة وراء ذلك؟ هو وقف النشر ده وارد في القانون، قانون الصحافة والمطبوعات. بالتالي لما المحكمة توقف النشر، ما المحكمة؟ نتكلم عن النيابة. النيابة برضو بتوقف بموجب هذا القانون. النيابة بتوقف بموجب قانون الصحافة والمطبوعات. الفلسفة في انه إذا جريمة اللي هي أديبة من المتهم في الدعوة دي وعمل شنو؟ طيب قامت الصحافة ذكرت المتهم والأفعال اللي قام بها، ولما وصلت القضية المحكمة اتشطب الاتهام ويتبرع. هذه ما في كل القضايا. طيب هناك احتمال الشيء اللي اتنشر ده هو بيأثر تماما على هذا الشخص. هل هذا يا مولانا محمود عبد الباقي في كل قضية؟ إذا طيب إذا إذا هنالك فينا واحد ثاني. إذا هنالك دعني أوضح. نعم. هذه الرؤية. إذا هنالك نشال بسيط في بس السجانة نشل مواطنا. نعم. ومضى إلى المحكمة. وهنالك أيضا احتمال أنه مولانا ما قصدت أنشله. انا كنت يعني هنا رغم ذلك هذا المسكين ممكن الصحف تاتي بصورته وتقول والله ارتكب وعلانيه المحاكم، يعني واحده من اصول العداله علانيه المحاكم. يعني لماذا هذه الحساسيه؟ يعني هو قطعا بيأثر على سير التحريات في كل الجرائم بيأثر على سير التحريات. لكن انت كان بتلاحظ ما كل الجرائم، الجرائم اللي بتتعلق بالرأي العام لأن الصحافة بتركز عليه وبتنشر المعلومات وبتأثر على التحري. نحن بنكون مخططين لأن نقبض لنا الزول في زمن محدد في وقت محدد، تطلع صحيفة تتحدث عن هذا الشخص وما في زول عارفه، هو ما عارف يقرأ في الجريدة ولا يقرأ زول قريبه ويقول له زول اسمه جه في الجريدة يختفي. هذا بيسبب ضرر كبير. هل تسأل هذه البضاعة مالك حسين؟ في حاجة مهمة جدا. اصلا قوانينك ما متطوره مع تطور الجريمه. واحد. وما متطوره مع تطور وسائل اختراق الميديا عشان نزول يرتكب جريمه. فانت اول ما تستعجل، يعني انت مفروض ترجع القوانين دي. يعني في مرقع عام، المرقع العام دي هي المحكمه الدستوريه. طيب النائب العام عنده دور في ترقيع، يسموه المرقع العام، يرجعها بدراسات معينه ويلحق بعض القوانين ويجيزها. لكن نحن الان عندنا مشكله كبيره جدا. مشكلتنا انه نحن ما مواكبين التطور المريع الذي حدث في مجال اختراق الميديا المختلفه لارتكاب الجريمه. يعني الليله لحد الان ترامب واقع في مشكله اختراق الذي حدث بينه وبين المخابرات الروسيه. ما قادر يبرق منها. ليه؟ لانه الناس اللي رصدوا
دعم المخابرات الروسية لترامب، ناس برضو بتعمل معلومات وعندهم شغل، وفي تطور لهذه الجرائم وصل مرحلة من مراحل التأثير للسياسة الخارجية ولتغيير الأنظمة، ولأيضا يعني الشغل الاستخبارات العالمي. يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه العراق اتضربت باخطاء استخباراتية عالمية جاي من معلومات خاطئة واعترفوا بها 200 بعد 10 سنوات. صحيح، لكن انا داير برضو ارجعك لذات الملاحظة، ايقاف النشر. يعني انا اتحدث بمفهوم اخر، علانية المحاكم، يعني جزء من المحكمة حتى التحقيق. يعني ايقاف النشر ذاته مع نشر، لما تقول وقفوا النشر انت نشرته كمفهوم. يعني لماذا تجنح النيابة؟ خلاص انت خليت الناس اذا ما نشروا عن طريق الواس ينشروا بخشومهم، ينشروا برسائل، يكتبوا يتكلموا في البصات، ده ما نشر. الميديا دي في كم بص وفي كم راكب، في 50 مليون راكب يمروا في الخرطوم دي. يعني هل ايقاف النشر مفيد للعداله ام ضار بالعداله؟ ما تقول وقفوا النشر، ما تقول هو ضار ولا مفيد للعداله؟ لا، هو العداله دي المفروض تكون عندها حمايه، ما تتاثر بالاشياء الماشيه برا. صحيح، يعني زول القاضي في المحكمه اللي وقف وناس حاولوا حقوقك ما يتاثر، وكيل النيابه ما يتاثر بنشر الصحف، يعني ولا بالمعلومات التي تدور حول القضايا المختلفة، دي مهمة جدا. فلذلك انا ما بفتكر انه في داعي انك تكتب وقف النشر. وقف النشر عارف معناه شنو؟ معناه انك انت في مشكلة كبيرة جدا في هذه الجريمة انت ما قادر تصلها، ودي عادية. ممكن ما تقول وقف النشر، تشير الهلع يعني. انت ما تقول وقف النشر، قول خليك مستمر وخلي النشر يمشي، وتعجب جيب معلومات كذب النشر او صححه او خففه. ماذا يقول استاذ محمود؟ يعني ده منطق ايضا. ولا وقف النشر مؤقت، ما دايم، فقط في مرحله التحري. اول ما البلاغ يصل للمحكمه الجلسات زي ما قلت بتكون علنيه، ويتم النشر، كل الحاجات اللي كانت ممنوع نشرها بتنتشر. فقط هذا الوقف لاغراض التحري، حتى انه ما تتسرب معلومات ويضر بسير التحري. لكن بعدين ماذا يضير الصحافه؟ الصحافه اذا ما نشرت القضيه العظيمه، المشكله لا، دي قضيه بتهم الراي العام. يعني طيب، كل الناس مهتمين بان يدركوا قضيه تتعلق بامن المواطن. الراي العام، الراي العام الاستعداد انه يصبر لحد ما القضيه تمشي، لحد ما تمشي المحكمه. ما بيقدر يصبر، بيصبر ما بيقدر، ما بيصبروا. انت بالمره اي انسان اكسايتد في العالم ده مخه ده بيقول لي ما تصبر، لانه جريمه موجوده في الساحه وانت بتتابع فيها، تقول لي ما تنشر فيها، ما تتكلم عنها، اتس نوت فير يعني. طيب ايهما نبقى على انه يتم النشر ويكون حققنا حريات للصحافه وتتضرر حريات المواطن. طيب حريات المواطن وتتضرر التحريات، ونقع في مشاكل في التحريات، والبلاغ ما يمشي بصوره سلسه وبصوره صحيحه، ايهما افضل؟ هذا النشر بقيف، في موازنه. انت لو قلت النشر بقيف، ما بقيف النشر بقيف لما بقوات القانون في الصحافه، بقوات القانون بقيف. نعم. طيب المفهوم مفهوم يعني علانيه العداله، والعداله يعني يقول لك العداله ان ترى ان تتحقق، يعني دي واحده من جسس مزبيسين. نعم. عندما توقف النشر في قضية معينة أيضا، يعني هذا يمنع المواطن العادي من الحذر، يمنعهم من توخي الدقة. يعني هنالك أيضا سلبيات لوقف النشر. يعني ما الإشكالية وين؟ الإشكالية في أنه لما المشرع شرع هذا، هي سلطة تقديرية، حقيقة سلطة تقديرية. ممكن في بلاغ تمنع النشر وفي اخر لا ما تمنع النشر، لانه انا الان اعلم عن هذه القضيه اشياء لا يمكن تركها للصحافه انها تنشرها. نعلم ذلك. يعني بتمس الاسره وبتمس المجتمع في النهايه، لما تمشي المحكمه ممكن تمس امن المجتمع كله، وتخلي المجتمعات الدوليه او المنظمات الدوليه تفهم السودان بطريقه اخرى في قضايا من النوع. في النهايه هذه القضيه لم تمر سرا، يعني هناك قضايا كثيره. يعني
في النهايه لما تمشي المحكمه بتكون بتكون علنيه، لما تمشي بتكون التحريات اكتملت. نعم بكون التحريات اكتملت وبعد ذلك قبل ان هي تنشر والموضوع يكون لحد هنا. من ناحيه قانونيه يا بروفيسور مالك، ال- 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 عندما نيابه ما توقف النشر، هل من حق ال- 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 اي مواطن ان يحتسب يمارس شق الاحتساب ويقوم باستئناف هذا ال- هذا القرار، ام فقط الشخص الذي يعني يثبت انه يستحق؟ ما يحتسب ولا شيء، الانسان بكثف النشر وزاته. انا قلت لك الان لا، من الناحيه القانونيه يعني، يعني مثلا عندما لا من الناحيه القانونيه ما عنده الحق، ما عنده الحق، لكن من ناحية اجتماعية يستطيع أن يكثف النشر. يعني هل يعني إذا تضررت الصحافة من غرار وكيل نيابة مثلا جرائم المعلوماتية في أو طلبه وقف النشر في قضية معينة، هل بإمكان الصحافة أو المواطن أن يستأنف هذا الغرار لنيابة أعلى أو للنائب العام؟ نعم، أي غرار بيصدر من النيابة قبل الاستئناف من حقه أن يمشي يستأنف الغرار. ولكن منو المتضرر والضرر شنو؟ يبقى ده السؤال حيظل غايب حتى بعد ذلك يتم البت في الطلب. إذا أثبت أنه متضرر وأثبت أنه هو عنده مصلحة في أنه لازم النشر ده يتم، يلغى الغرار. إذا يعني إذا أثبت ذلك، إذا أثبت نعم. هل من الصعب إثبات الضرر؟ صحيح طبعا، هو الضرر صعب جدا، أنك أنت يعني أنت لازم يكون عندك أنت فعلا ضرر أصابك وعندك انت علاقه، عندك علاقه بالقضيه. لكن لما تحتسب ما بتكون انت مخلي بالك من الاشياء الاخرى المتصله بالاسره، المتصله بالامن، ما بتخلي بالك منها. عشان كده كنابه بوقفك، هو اللي بيمسكك لانه هو اللي بيقرر. هو عنده قرار بانه انت زول ما عندك مصلحه، او مصلحتك ما ترغى لمصلحه السوشيال المجتمع. نعم، مصلحه المجتمع. مولانا محمود، يعني انا برضو دار يعني لا نقبل بدينا الشائعات، وانا قلت لكم حنرجع لها الكلام اللي قاله استاذنا بروفيسور مالك. واحده من مشكلات يعني انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وسائل الاعلام التقليدي وغير التقليدي، عبر المجتمعات، هو غياب المعلومه. يعني مثلا في اي دوله من الدول الاخرى في اوروبا ولا في امريكا ولا حتى في اسيا، عندما تحدث جريمه هنالك تحديث المعلومات يومي، ريبورت يصدر بشكل توصلنا للمجرمين في طريقنا، هنالك معلومات ناقصه. هنا كثير من الاجهزه يعني لاسباب كثيره لا تريد ان تتحدث ولا تريد ان تترك المجتمع يتحدث. ناطق الرسمي في كل مؤسسه شخص واحد، هاتفه دائما مقلق، او حتى عندما يتحدث يعني صعب لشخص واحد ان يتعامل مع كل هذه المعلومات. غياب المعلومه وما سبب الاسباب الوحيد للشائع؟ في الشائع هي اخبار نشر الاخبار كاذبه، اخبار ما صحيحه. بتختلف من شخص لاخر في اهدافه. في شائع ممكن تنشر من منظمه، ما شرط من اشخاص عاديين. والمنظمة قطعا عندها أهدافها، بالتالي ده غياب، ليست هم مهتمين لأنه غياب المعلومة غيبة، هم بيهتموا بأنه يوصل المعلومة، ليست هذا من اهتمامهم. عندهم يكون أهداف سياسية، عندهم أهداف اقتصادية، عندهم أهداف أمنية. في أشخاص عندهم أهداف تخصهم. في زول ممكن يفك له شائعة وداريح من مصالحه. في منافسة اقتصادية في السوق، في زول يفك له شائعة عشان يحمي منتجاته ويعمل لها توزيع. فتتعدد المصادر الإشاعة وتتعدد أهدافها، وبالتالي غياب المعلومة ليست هو سببا وحيدا للشائعة. لذلك طيب القانون بيجرم إطلاق شائعة مثلا. نعم. يعني في 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 قضية أخرى لم يظهر فيها قرار وقف النشر، قتيل بورسودان. واحدة من المتهمات كانت تصدر رسائل من تلفونه تقول تطمئن الناس انه موجود في مكان اخر. يعني كيف يتعامل القانون مع مثل هذه الشائعات على المستوى الفردي وعلى المستوى العام؟ يعني الإشاعة مجربة بموجب القانون. اذا اغلب الاحوال الإشاعات هي بالشكل إشان السمعة وبالشكل انتهاك للخصوصية، دي يعاقب عليها قانون جرائم المعلوماتية المادة 17 بما لا يغل عن السجن 3 سنوات. الشائعات اللي بتمس امن البلد وامن المجتمع وبتمس الحق العام
بتحكم بقانون الجنائي المادة 66 نشر الأخبار الكاذبة ورد فيها لفظ إشاعة. المادة 66 وردت في الجرائم الموجهة للدولة من الجرائم الموجهة للدولة، وبالتالي هي الإشاعة ما التعامل معها من بالقانون يعني تعامل قوي جدا، اعتبرها من الجرائم الموجهة للدولة. أما الإشاعات اللي بتنشر عبر الواتساب وبيسبب إشان السمعة لأشخاص، فهذا يأتي في إطار الحق الخاص وحقه مكفول له بالقانون. حق خاص. متى ما جاء سأعود إلى ذلك. يعني لماذا يعني في السودان تنشط الشائعات؟ يعني أنت قبل بديت الكلام ده وتكلم حرب. في عزوف عام في السودان على الإنتاج. الشعب السوداني شعب غير منتج. يعني عندهم وقت. عندهم وقت فاضي. وعندهم مشاكل كثيرة جدا جدا طاحنة. ولذلك هو عاوز يفرج عن نفسه ويفضفض ويبحبح، عشان كده ما عنده طريق غير ما يقعد جنب بتاعت القهوة ديل وياخد ودي ويطلق الشائعات، وفي ناس بتفننوا فيها يعني، في ناس بينقلوها، في ناس بيحبوكوها يعني، ففي فراق. لكن لو الناس مش شغالة بالإنتاج وعندها إنتاج شغالة فيه وبتزرع هل الكلام الذي كنت تتحدث فيه من قبل عن غياب المعلومة الرسمية يعني أو بطء متخذي القرار أو الذين يحوزون على المعلومات، المعلومة الرسمية دي نفسها متروك تقديرا للشخص اللي عنده. يعني ما بنقول لزول هو مثلا شخص معين عنده معلومة نقول له طلع هذه المعلومة، عندما تكون هذا القضايا تتعلق بالرأي العام. المفروض انه يكون في جهاز معلوماتي يعني مركزي، هذا الجهاز يرصد يطور وسيلة رصده للشائعات والمعلومات ويبصر الناس بشكلها شنو. لكن ده ما موجود، لأنه الأجهزة الحكومية والأجهزة الموجودة في البلد هي زادت تقيدوا من الشائع ويتناقلوها بالتلفونات كمان ويجتمعوا لها. لكن المفروض هم يعني يفندوها ويتناقشوا فيها ويطلعوا فيها يعني بيانات ومعلومات. يعني الرأي العام أحيانا بيكون مهتم بقضية معينة، يعني البعض يعتقد إن يعني لا أريد أن أستخدم كلمة تراخي، ولكن طباقه يعني لو الشرطة ولا لو النيابة الناس عندهم معلومة، التباطؤ بيخلي هنالك أرض خصبة لنمو الشائعات. يعني لو كان هناك عدم الانتاج طبعا، زائد عدم الانتاج، يعني عدم المشغولية والمشاكل الطاحنة والمشاكل الداخلية وسوء المعيشة وعدم وجود الأكل والشراب، مشاكل كثيرة جدا. الدولة لازم تتدخل عشان تحمي السوشيال استراكشر، النسيج الاجتماعي ده عاوز حماية، الوزارات المتخصصة عاوزة تدخل في حماية المواطن، تحميه ضد الشائعات، تحميه من أنه هو يضيع وقته كده. أنا دار. طيب برضو يعني هل هنالك يعني جرائم منظمة، يعني شبكة منظمة، حزب سياسي، مجموعة مسلحة؟ يعني أنت الآن في نيابة مهمة جدا، يعني هل في تاريخ القريب يعني وجدتوا أي مؤشرات، لأن هناك جريمة منظمة في مجال نشر الشائعات في مجال الجرائم المعلوماتية، أم كما قلت من قبل نحن لسه في البدايات ومحاولات أفراد فيها بعض حسن النية وفيها بعض من يعني دوافع شخصية؟ هل انتقلنا من المرحلة إلى مرحلة أخرى؟ لا، ما انتقلنا. لم نسجل أو ندون بلاغ لمنظمة أو لجهة ما هي وراء هذه الإشاعات، ولم نسجل إنه عندهم أهداف. ليس جريمة منظمة، هذه أخبار جيدة. نعم، ما موجود عندنا نوع من هذه البلاغات، ولكن لما ذكرت الكلام ذكرته في إطار إنه الإشاعة دي أصلاً بتأتي في هذه الأطر وهذه الغايات وهذه الأهداف والمصادر دي الإشاعة، وقلت إنه هي الإشاعة مجرمة بموجب القانون متى ما خالفت القانون. في حاجات ما بتخالف القانون. هناك مثلا قضايا التسويق الشبكي، احيانا الناس يعني يجدوا نفسهم وقعوا بحسن نيه ولعدم وجود المعلومه في يعني في شباك القانون، يعني كيف تتعاملون مع ذلك؟ ما يتعلق بالتسويق الشبكي. نعم، هذا ليست في اطار الاشاعه. لا، لكن هي جرائم معلوماتيه. هي جرائم معلوماتيه. نعم نعم هي جرائم في اطار الاحتيال.
هو أي شيء بيتم عبر الوسائط ويتحصل بموجب على مال يعتبر احتيال ومعاقب عليه القانون. حتى 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 الضحايا يعني، لانه هي جريمه معقده. انا انتقلت لك بسرعه من 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 الشائعات الى 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 الانترنت والتسويق الشبكي باعتباره جريمه منظمه. شخص واحد بيغني مجموعات، تجد الشخص في حاله هو ضحيه وفي حاله هو جاني، كيف تتعاملون مع ذلك؟ التعامل معها في انه الزول لما يجي يشتكي هو بيحدد منو اللي احتاله، بالتالي انت بتمشي في اتجاه في التحريات، منو اللي استلم منه قروش ومنو اللي خدعه. هي افعال وغايه امامك، يعني كل زول يبحث عن الذي خدعه، وبالتالي في هذه الطريقه نحن بنتحرى لحد ما نصل ويجينا زول، ممكن نصل لمدير الشركه وللناس القائمين على الامر في الشركه ويطالهم التحقيق. برضو ده سؤال، يعني الوقت المخصص للبرامج انتهى، لكن سؤال كده مهم، يعني بالتكنولوجيا الحديثه بالامكان ان تصلوا الى كل مبتدئ جريمه معلوماتيه؟ نعم بسهولة؟ بسهولة. عندنا معمل متطور، الهيئة القومية للاتصالات، مركز المعلومات، شرطة الجرائم المستهدفة، كلها هي آليات للوصول لأي مجرم عبر التتبع. عبر التتبع تأخذ وقت؟ تقنيا في قضايا ممكن تأخذ زمن، لأنه قد يكون المتهم أو المجرم الإلكتروني هو ماهر لم يترك أثر. نعم، وقدر انه يخفي نفسه لزمن محدد، في النهايه الناس اتصلوا وبتقبض وبتقدم للعداله. دائما لدينا سؤال اخير، نحن نمضي الى الدقيقه الاخيره. بروفيسور مالك حسين، يعني تاريخ طويل مع السياسه، يعني من شنبات وبعد ذاك سافرت وعدت، والرئيس جعفر نميري، حركة الإسلاميين، المسميات المختلفة، حزب المستغلين القومي التلقائي، يعني أنا دار يعني ببساطة ما فترته، أو هل يعني لسه دار تواصل ما فكرت فيه؟ والله أنا ما فترت فيه. أنا ما فترته لأنه أنا عندي نظام شغل به وملتزم أخلاقيا، وما بسمح لشخص يهدر وقتي او شخص يستدرجني لاي عمل يعني غير مؤسس، وبختصر الوقت. يعني انا بختصر الوقت عشان ما اتعب، يعني عندي كنترول على الوقت بتاعي. تدخل القوى يعني لتحديد انا عندي كنترول على الوقت بتاعي عشان ما اهدره في اشياء تخليني افتر. عندي نظام، يعني عندي نظام كحزب وكشخصية وكرجل بتاع بيزنس، عندي نظام شغال به. يعني بكل هذه المعطيات لا تفكر في 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 اعتزال العمل العام والسياسي؟ العمل السياسي ده هو اللي بيعتزلك، انت ما بتعتزله. لما يقول لك انا ما انت ما تشتغل ثاني، بتكون انت عارف ما بتقدر يعني في اللحظة. يو كان نوت. مولانا محمود، الوقت انتهى، لكن يعني سؤال، يعني في مسيرتك الشخصية الطويلة، انت الان وكيل اول نيابة مهمة جدا. هل ذات مرة اتخذت غرار، ويعني قبل يعني بعد ما مشى الورد ندمت عليه وحاولت تعالجه بشكل او باخر؟ والله ما بالمعنى انه ندمت، لكن القانون يجزلك انك انت اذا تراجع غرارك، حتى لو صدر اصدرت فيه تقديرك، انت بتراجع. اذا امرت بالقبض على زول ممكن تلغيه وتستجوب مسائل من دون قبض، وبالتالي المراجعات كثيرة والمسيرة ماشية إن شاء الله. مسيرة ماضية والمراجعات كثيرة، وربما تكون هذه عبارة جيدة أن نختم بها هذه الحلقة من الميدان الشرقي التي سيعاد بثها بكرة عند الساعة 8 صباحا. وأيضا ننوه بكرة هناك حلقة عن التعليم العالي وقبول هذا العام، نستضيف فيها البروفيسور بكر عثمان سعيد مدير جامعة السودان العالمية، والدكتور عاصم حسن مدير إدارة القبول بوزارة التعليم العالي. إلى أن يتجدد اللقاء، أشكرك مولانا محمود عبد الباقي على هذه الإفادات الجيدة والتي يعني تعين كثير على تفهم الجرائم المعلوماتية باعتبارها جرائم جديدة. يمتد شكري وتقديري.
البروفيسور مالك حسين، بارك الله فيك، الذي أثرى هذا اللقاء. سعدني كثيرا يعني بخلفياته المتعددة في الاقتصاد والزراعة والقانون والمعلومات، إلى أن نتجدد اللقاء ليلة هانية وسعيدة. العفو والعافية.